السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف على حضرتك. هدى المناعي. اهلا وسهلا استاذة هدى. اهلا. شو بتشتغلي حضرتك؟ في وزارة التنمية الإدارية في إدارة شؤون الأسرة. اهلا وسهلا حضرتك. اليوم عم قابلك بعد انتهاء دورة الكوتشنج مع دكتور دون ويتمور رئيس معهد الوطن معهد الإنتاجية بالولايات المتحدة الأمريكية. خبرين عن تجربتك. الصراحة الكوتشنج في أمور احنا كنا نسويها أصلا احنا مع العملاء اللي عندنا بس ما ندري ما أخذناها بالطريقة الصحيحة، بس يوم جيت هني الصراحة كان في على توسع وفهمت شغلات كثيرة كثيرة على حسب أنماط الشخصيات وشلون أتعرف عليه شنو هي الطريقة المناسبة بالنسبة حق كل عميل من العملاء اللي أنا أتعامل وياهم. الصراحة أنا وايد مستمتعة بهالدورة وفرحانة فعلاً، لو هي في اليوم 10 ساعات بس ما حسيناهم. الجروب كان وايد حلو، كانت مثل الوجبة الخفيفة بالنسبة لي أنا. طبعاً حضرتي معنا برنامج القيادة بالكاريزما والمدرب المؤثر المقنع والتخطيط الاستراتيجي، وبالإضافة إلى برنامج الكوتشنج. شو سر الاستمرارك مع ميدكس انترناشنال؟ الصراحة أنا كنت أول شيء بدخل على دورة واحدة شفتها، الصراحة وايد استفدت، والأسلوب والإلقاء والترتيب الصراحة يعني هذا اللي شدني إني أنا ألتحق بدورة ثانية، من الثانية على الثالثة على الرابعة وهلا مجرى، ولين الحين أنا إن شاء الله مستمرة وبرشح. طبعا معاي عندي صديقاتي برشحهم، والحين أنا في ذهني من ساعة قاعدة أفكر من هي الشخصية اللي برشحها واللي بتستفيد وبتفيد وبتفيد الناس غيرها. شو رأيك بالتعامل مع شركة ميدكس؟ صراحة كلمة روعة شوي عليهم، الستاف والدكاترة واللي موجودين صراحة كلمة روعة شوي عليهم. شكرا جزيلا لك وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله بحياتك. شكرا جزيلا. شكرا.